السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم أصدقاء طلال باش تريب فيشين. اليوم عاوتاني فلوق جديد اللي هو فلوق 7 من أخ فنير رفقة الأصدقاء والأحباب. هاهم احنا دابا وصلنا لمصياد، الدراري كيمونطيو كيرقعو، الراي السيمو كيعقد. هانتوما كيبان ليكم السي دريس هو حاليا كيطعم، رقعو دابا كيطعم. اللهم بارك خويا فؤاد توا رقع الكسيبة. شنو؟ سالي مهم سالي المونتاج. يلا سالي المونتاج. انا حاليا وجدت الكويزينه، غنطيبوا الجميله، غنطيبوا الدكه، غنديروا كل شيء. هانتوما خدامين الخوت مع الاصدقاء. المهم نتمنى الفلوق ان شاء الله يعجبكم. لا حر من الجمر، الله يجيب شي رزيق، الله يجيب شي خير زين ان شاء الله، الله يجيب شي خير زين ونشارك معكم لي كومبا ولي توش. خليكم معنا فلوق 7 الخوت اخوان بريري طاب. هاتو ما يبان لك بدريس كيتي لينا مصيد والجميلة والجميلة. هاتو مازال بحر الخوت، مازال العمرة. الدراري مش حاطين بصبيعات ديال الروطان، كنتسناو الدورة ديال الماء ان شاء الله، علينا ما ناكلو ونضحكو ونقشبو ويجيب الله الخير ان شاء الله. ياك ياك فؤاد، داكشي اللي كاين اخويا الكويميلا ناديه جميلة وبريري ديالها تاي. يا سلام شكي. يا سلام شكي. نايس ورويحة هي طالعة من الجميلة ودي ادريس هل ينصبها هو هذا نصبناها في الدار عجبنا الطيب هنا. يا سلام الله يخليك لينا ابو ادريس تحياتي. طلعوا لي مسمح نطلعوا لي ادريس ايه حلو. الله 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 الحي مات تاكل شي تبارك الله. والله العظيم الخوت منظر جد رائع. انا والحباب شو الخير، شو 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 تبارك الله داكشي كيصور. وعلاها على الامواج على البحر. شو البحر شو الخير والبركه، شو البحر يا سلام. دراري مريحين شو تبارك الله داكشي كيبخبخ الخوت. الله على رويحه طالعه مابقيتش قادر نصبر الجوع واخا انا كناكل بزاف. الله يلعن تبارك الله الخوت. دراري معاهم واحد القوس، واد معاه واحد الدقاق. اللهم بارك. اول توش اول توش شاب اخويا رده زوينه كانت، ولكن ما مكتبش في الرزق. جره زوينه ما مكتبش في الرزق. المهم اللي غادي نقول لكم الخوت هو هادشي راه عادي بالنسبه للقصابه والصياده. حوته كتجي حوته كتمشي، حوته غادا حوته جايه، كل نهار ورزقه. المهم خليكم انا فلوق مازال. المهم هذه خاصها تكون المشاهدين، كاين بزاف الناس كيسحب لهم غير شحط شد الحوت ضروري كيقيس لك الحوت كيمشي لك كيضيع لك بزاف حويجات بعض المرات كيجي. المهم داكشي ارزاق، خليكم معنا ما نطولوش عليكم الفيديو. المهم الخوت حاليا طابت الجميله بدريس غيورينا حل الغلاقه بدريس. انا الله 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 يا سلام. نعتذر 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 عن قساوة المشهد، نعتذر. هذيك ابو دريس حيد دابا غادي نعدلوا البراد ياك. دابا الدقيقة زيد عليه المويه وداك الشيء، حط لينا نجمر انا خويا. الله 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 انقوس دير المويه واتر واتر سير اخويا بارك ام ميكين تي ام كوكين لانش. خليكم معنا في خرات بريري دابا غيطيب غنتغداو والله يجيب شي رزيه. مازال الحوت ما بغاش يقيس. فؤاد الراي فؤاد مشى لي واحد الشرغو بياسه زويونه تلصقات فيه طارت منه. المهم هذه لحظه من اللحظات اللي كنعيشو من اليوميات ديالنا كاملين حنا وجميع الاصدقاء وجميع الرياس. راه كيعيشو هاد اللحظات الخضره، جميع الرياس جميع القصابه ديما البريري الحمد لله. الدقيقه الاخرين حتى هما ديك لاكليك ليلي حتى هما ولاد كازا تلاقينا بهم راه هما يبانو ليكم حتى هما البريريد والعيبات والجميله. المهم الخوت بقيت انا وفؤاد بعاد ليه في داك المصيد الحوت قليل. الرئيس سيمون الرئيس بدريس مشاو سبقونا لواحد المصيد، انا جيت حتى عندهم دابا غادي نجي نشوف واش شادين شي حوت ولا لا. المهم السليل قدامنا شوفوا اليوم على الله، الله يجيب شي رزيق. نتمنوا تبارك الله. كاين هذا اليهود كاين هذا، نشوفوا الخنش الله اعلم. تبارك الله والله تضاربين شرغو كبير. اللهم بارك يا خويا
واه خير البركة. ها انتم الخوت عرفت لي تبين لكم الخوت شو صار. تبارك الله طبق اللهم بارك والله العظيم جاب الله هما سبقونا قلنا احنا غنمشيو لهذيك المصيدية قلبوا على الله. ها انتم رزيق جابوا الله الحمد لله خير البركة تبارك الله والله العظيم ما شاء الله الخوت. ها انتم الخوت يا تبارك الله خير البركة. المهم كاين واحد الكيلو 500 هاد مقارنه معي اللي تقدر تبان لكم اسمحوا لي مقارنه معي اللي بان لك كيلو 500 كيلو حتى الكيلو 700 كاينه حيت الشرقو هنا ديال الخفنير كيكون غليظ غليظ ومطبق عامر شو الظهر. ها انتم شوفوا يدي شوفوا الظهر. المهم خليكم معنا الدراري هما فينا هما مصيدين يبانوا لكم وهاد راه باقي بعيد ليه خليتو ليه مقاش عليه مشاو ليه واحد الشحوتات. المهم نكملوا معنا الفيديو خوتي واخيرا الرئيس سيمو قايس عليه واحد البياسه الله يسخر فيها. هاي هاي تبارك وسير اسير رزق الله اسير تحرك شويه البرد الخوت اللهم بارك داك الشيء تم حداد ولا شرغو حداد شريغو لا حداد 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 لي 10 كيلو الخوت. هو ولا لا او ماي جاد هاتوما امو الحوته شد حوتك يا خويا بارك الله الله يرزق الله يرزقها الصحه والسلامه. المنزل اليوم ناقص الخوت ماشي بحال دائما انا نشوفوني راه مكبط جاني البرد هما الرئيس راه غادي لا ولا على حديود ديالو ايوا والله يصور خوت خليكم معنا مازال نشوفوا الحصيله كيفاش غادي تكون في الاخر. المهم قبلوا علينا باللي قسم الله هذا هو الحق كل نهار ورزق خليكم معنا. المهم كيف ما كتشوفوا الخوت الاصدقاء الرياض داخلين مديرين الماء شوفوا كي كيديروا اش دايرين فوق هادو هما صيدوا في لوطه الله 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 انا غنوريكم شنو داير ابو بدريس باغي يخرج من المصيد ومشكل بدا كيضرب فيهم الموج الخوت عارف اني كنضحك عليهم دابا. المهم هذا شو 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 الموجه جايه شو الموجه جايه اهرب ادريس داخلين مديري الماء وكيجيو موجه قباح. المهم هانتوما شوفوا اخو تنقول لكم اخو اليوم المنزل عيانه بدريس اللي ضرب واحد الشرغو غليظ ومشى ليه واحد غليظ وفؤاد تاهو قطع ليه شرغو غليظ قطع ليه الطرقيعه ديال السين اللي قطعها ليه ما مكتبش في الرزق وصافي هادشي اللي نقولو. المهم بعدا كاين واحد جوج مع ثلاثه تحداوت حاليا وشرغو هادشي اللي كاين غليظ فيه شي كيلو ناس كيلو 600 حسابات. واخيرا الخوت الحصيله سالينا الحمد لله دابا الصياده كما كتشوفوا راه هي راح الشمس الحصيله اللي جاب الله اليوم كالتالي رزاق الله هادشي اللي كتب اليوم راه دوك الحديودات اخويا اللي جاب الله خوتي اللي جاب الله قريب حات على قد القياس هاد الحصيله هادي ديال ثلاثه الناس اللي كيصيدوا انا غير كنصور انا باقي مهرس في يدي الخوت كاين واحد الشرغو مبطبط ديال بصح ها هو راه ديك البوديزه ديال 5 متر اخويا هذا هو اللي وريتكم قبيله في فيديو خوت غيبان لكم بواحد الطريقه اسمح لي حطنا البوديزه حدا بدريس ها انتم الخوت الشرغو البوديزه ديال 5 متر. المهم هادشي اللي قسم الله هذا راه فيه تقريبا شي كيلو 600 ولا كيلو 700 هذا هو اللي كنظن حيت الشرغو هنا سمين ها انتم راه يبان لكم كريشه من فوقها ها انتم شوف عرقه تبارك الله شبعان ماكله ها انتم عرقه اللهم بارك سنينات لعيبات. المهم اللي غنقول لكم شكرا على المشاهده في هذا الفيديو اللي ما مابونيش عاود يتابونا كومونتير جيم بليس جرس واللعيبات اخبار فراسكم بالنسبه للبحر كل نهار ورزقو هادشي اللي قسم الله هذه صياده ديال ثلاثه الناس هادشي اللي قسم الله. السلام عليكم تلاقاو في فلوق 8 اخوتي الى الفيديو المقبل ان شاء الله مع السلامه.